بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم على قناتي جوه البيت. النهاردة هنتكلم عن الكابوريا وعن الجمبري، إزاي نعملها بطريقة احترافية وسهلة جدا بأسهل الطرق. مش هتاخد معاك 10 دقايق على بعضها وتطلع بالشكل الجميل ده. بس قبل ما نبدأ ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة جديدة احنا هنعملها مع بعض. دي الكابوريا والجمبري، بصوا الشكل جميل أوي ازاي، وهتلاقوا فيها صوص وتطلع جميلة جدا، أحلى بكتير من السلق. ده الجمبري ودي الكابوريا. الجمبري هيبقى الحجم اللي هو الجامبو. الكابوريا أنا للأسف ما لقيتش اللي هو الحجم الكبير، لقيت الحجم اللي هو الوسط الصغير، فقلت مش مشكلة أعمل بيها الفيديو يعني، لأني ما لقيتش الحجم الكبير بصراحة. ديت التربطات اللي هما بيحطوها في الإيد والرجل علشان ما تتكسرش. وبص انا بشيل كده منها التربيطات دي بالشكل ده كده. والتالتة كمان اهو هفكها برضو نفس الحكاية. دي انا كنت لقيت فيها حتة كده مكسورة الايد بتاعتها، بس قلت مش مشكلة يعني. وده الجمبري، بص دوت حبة صغيرين جدا من الشبت والكزبرة، ما يكونوش كتير ابدا، بحبة صغيرين جدا عشان الكزبرة والشبت طعمهم قوي شوية فما يغطوش على الطعم الاصلي للكابوريا والجمبري. دي الحتة دي لازم نلاحظها كويس جدا، يعني حبة صغيرين جدا، ونلاحظ ان الكمية دي هتتقسم على 2، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. دلوقتي بقى هنقطع عليها الطماطم مكعبات برضو. بصوا الكمية قليلة ازاي، مش كتيرة خالص. احنا عندنا الشبت والكزبرة والطماطم والبصل والفلفل الاخضر، كل ده هنقطعه مكعبات صغيرة. بس البصل هنعمله تقطعات رفيعة كده جوانح علشان الصينية مش هتاخد وقت في الفرن، فالحاجات دي كلها يدوبك ان هي هتدبل معايا مش هتستوي، يعني يدوبها هناخد بس العصارة بتاعتها مش اكتر من كده. يعني كده الطماطم خلاص خلصتها، يفضل القطعة اللي هي الصغيرة دي وخلاص. كده خلاص خلصت الطماطم. البصل بقى هقطعها برضو جوانح بس تبقى رفيعة جدا بالشكل ده كده. هي كده خلاص، كده البصلة خلصت. تمام خلاص كده. هندخل بقى دلوقتي على الفلفل الأخضر ونقطعه برضو، بس الأول هنفكك كده البصل من بعضه علشان يستوي كويس، نتأكد انه كله اتفك. الفلفلية بقى الخضرة دي هنقطعها برضو كده كده رفيعة شوية عشان برضو تستوي معانا، لان الكابوريا والجمبري مش هياخدوا سوا معايا خالص. برضو هنعرف مع بعض ازاي نعرف ان هي استوت ودخلت في مرحلة السوا، ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي برضو، بس كملوا معايا الفيديو للاخر. خلاص كده خلصتهم، هبتدي بقى ان انا اقلبهم كلهم مع بعض شوية عشان اتأكد ان كلهم ما اختلطوا مع بعض. هنجيب بقى صينية هحط فيها الجمبري بالطريقة دي كده، وهاخد شوية من الخضروات دي هحط عليها، هقسمهم طبعا على 2، صينية حبة للجمبري وحبة للكابوريا. الكابوريا برضه هحط عليها المكونات التانية، يبقى انا حطيت على الجمبري والكابوريا اهي، هحط عليها بقية الخضروات برضو بالشكل ده كده. تمام كده خلصتها خلاص. هنا بقى جزر انا بشره ناعم، هنا حطيت كمية وهنا الكمية التانية بقسمهم على 2، الصينيتين بياخدوا نفس الكمية. ده فلفل اسمر نص معلقة صغيرة كده، وهنا برضو نفس الحكاية. دلوقتي برضو الملح
هحاول انا اظبط الملح بتاعي في الصينيتين، حطيت على الكابوريا وحطيت على الجمبري، يبقى حطيت عليهم ملح وفلفل اسمر، وهنا معلقه زيت وهنا معلقه زيت. تمام كده خلاص. هبتدي بقى ان انا اقلب الكابوريا، هقلبها كده اه بالشكل ده علشان اتاكد ان كل حاجه واصله لها من التوابل اللي انا حطيتها. الجمبري برضو نفس الحكايه، بس انا هراعي هنا حاجه مهمه جدا في الجمبري بالذات. الجمبري من النوع اللي هو بيستوي بسرعه وممكن يتهري بسرعه، فانا علشان اتفادى المشكله دي احط تحت الفرشه من الخضروات وارفع الجمبري فوق. انا بعد ما قلبته ببتدي ارفع الجمبري من فوق بالشكل ده، بصوا شايفين كده الخضروات تحت والجمبري من فوق، بصوا اه بالشكل ده من فوق شوية خضروات، حاجة بسيطة جدا. اهي والكابوريا نفس الحكاية اهو، بصوا شايفين الشكل بتاعها ده، الشكل اللي بقولكوا عليه. هبتدي بقى دلوقتي ان انا اجيب ليمونة واقسمها على نصين، الكابوريا هرش على نص ليمونة، والجمبري برضه هرش عليه نص ليمونة برضه، يبقى هنا نص ليمونة وهنا نص ليمونة، الاتنين بيبقوا زي بعض. ما تحطوش خل خالص، الخل هينشف معاكو اللحم بتاع الكابوريا بتاع الجمبري. المأكولات اللي هي البحرية ما بنحطش عليها خل خالص، الخل بيخلي اللحم يجلد جدا. دلوقتي بقى انا هدخلها الفرن وابتدي اتابعها كل وقت والتاني وابص عليها. بصوا الشكل الجميل ده، ده منظرها اول ما طلعت من الفرن، بصوا الجمبري عامل ازاي، بصوا اللون اتغير ازاي. دي درجة السوا اللي انا بقول لكم عليها، اول ما تلاقوها وصلت للون اللي هو الاورانج ده في الجمبري خلاص هو كده استوى، ما نسيبوش اكتر من كده. لو سبتيه اكتر من كده اللحم بتاعه هينشف معاكي وهيبقى طعمه وحش جدا، هيبقى صعب في الاكل بتاعه، انما كده بالطريقة دي احلى. والصينية دي بتلاقي فيها صوص برضو كتير قوي وبيبقى طعمه جميل جدا لما تحطيه مع شوية رز بالمنظر ده، بيبقى جميل قوي. بصوا انا الرز حطيت عليه الخضروات اللي كانت في الصينية حطيت عليه. بصوا بقى الكابوريا نفس الحكاية، اطلعها يبقى اللون بتاعها كده تبقى اورانج بالشكل ده، بصوا شايفين الشكل عامل ازاي والخضروات عليها شكلها عامل ازاي. دي الطريقة بالظبط اللي بيعملوها في الكافتريات اللي هي الكبيرة اللي بتقدم المأكولات اللي هي البحرية، بيعملوها بالشكل ده. انت طبعا بيعجبك الطعم ده وبتقولي يا جميل وشيك قوي وكده، هي بتبقى بالطريقة دي بالظبط. ده الشكل اللي انا بقول لكم عليه، بصوا شكلها جميل قوي ازاي. الشكل طبعا بيتحدث عن نفسه، يا ريت تجربوا الطريقه دي وتقولوا لي ايه رايكم فيها، لان بصراحه انا ما انا بعملها على طول وعجبانه بالشكل ده. شكرا، والسلام عليكم، يا رب تكون عجبتكم.